بسم الله ان شاء الله يا اخوانا ديت هتكون يعني سلسله كبيره كده هنسميها تريكات مع المضادات الحيويه. طبعا بتكون البدايه ان شاء الله بمضاد حيوي شهير جدا جدا واتشهر اكتر واكتر ايام كورونا، الله لا عاد يعودها، ماده الازيسترو مايسن، يعني زيسترو ماكس، زيسترو سين، زيسترون، ازي ماك، ازي وانس، وهكذا. النقطه اللي معانا متعلقه بالفاعليه. انا بقول لك مضاعفات كورونا، يعني فعال جدا في التهابات عدوى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، كمان في التهابات الاذن الوسطى وتيتس ميديا، صحيح مش الاختيار الاول بس ماشي الحال، في بعض حالات عدوى الجهاز الهضمي ماشي، ركز بقى معايا في اللي جاي ده، بعض حالات الجهاز التناسلي بحاله شهيره جدا اسمها جونوريا اللي هي السيلان، تمام كده. طيب ايه رايك بقى في عدوى الجهاز البولي؟ مش فعال ابدا، خطا ان هو يتاخد في حالات عدوى الجهاز البولي اللي هي يورينري تراكت انفكشن، يعني يو تي اي. اقول لك على حاجه، حتى لو عامل مزرعه والمزرعه مطلعه ازيثروميسين خطا انه يتاخد. ليه؟ ما هي المزرعه ديت بره الجسم، انت دلوقتي عايز حاجه هتتاخد اهي، لازم يكون تركيزه عالي في البول وهو تركيزه قليل جدا في البول، هو تركيزه بيكون عالي جدا جوه الخلايا، بره الخلايا تركيزه ضعيف، تمام؟ علشان كده بناكد أزيثروميسين ما يتاخدش ابدا في حالات عدوى الجهاز البولي. نقطه على السريع بالنسبه للاستخدام، لو انت دلوقتي مكتوب لك كبسول، يبقى لو سمحت كبسول ده لازم يكون على معده فاضيه قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. الكبسول يتاثر بالاكل، 50% من قيمه الدواء بتروح في الفاضي، ماشي؟ لو مكتوب لك اقراص خلاص مفيش مشكله، وان كنت افضل يتاخد برضه على معده فاضيه، انما اذا اتاخد لو هو اقراص مفيش مشكله، اقراص او شراب. اللي يتاثر بالاكل مين؟ الكبسول، يعني زيسترو ماكس كبسول. لو انت مثلا في السعوديه ومش عايز كبسول، عندك ازي ماك ده اقراص، او في مصر عندك زيسترون ده اقراص، تمام كده. اي تفاصيل ان شاء الله مع حضراتكم في التعليقات، وبامر الله لا تنسوا اللايك والشير، نتقابل بامر الله في الفيديو القادم على خير. شكرا والسلام عليكم.